أول حاجة هنتكلم عليها هي الميكانيكال فنتليتور فانكشنال دايجرام. أول مرحلة في الميكانيكال فنتليتور هي مرحلة الجاس ميكسينج. بيدخل عندنا هنا الأكسجين والإير، بيبقوا جايين لنا كومبريست عند 4 بار من الميديكال جاس سبلاي، أو لو كان ما فيش عندنا ميديكال جاس سبلاي بيبقى عندنا الإير جاي من كومبريسور والأكسجين جاي لنا من عندنا سلندر. بيطلع لنا هنا بعد كده الجاس ميكشر عند 4 بار برضو، حوالي 4 بار. بيدخل هنا على الكنترول ديفايس اللي احنا بنسميها الانسبيراتوري فالف، هي دي اللي بتتحكم في كمية الهواء والبريشر اللي داخل بعد كده للمرحلة اللي رايحة للبيشنت. بيبقى في عندنا طبعا فلتريشن، وبيبقى في عندنا طبعا حاجة زي هيت اند مويشر اكسشينجر علشان يخلي الهواء اللي رايح للبيشنت بيبقى فيه رطوبة، وفي الوقت نفسه بيبقى يعني إلى حد ما بيبقى وورم، نفس درجة حرارة البيشنت أو أقل شوية صغيرين علشان ما يأذيش البيشنت. بعد كده الهواء بيخرج من البيشن بيروح عندنا برضو لفلتر. الفلتر ده عادة بيبقى موجود، ممكن يبقى امبيدد جوه الهيت اند مويستشر اكسشينجر، يعني ممكن الاثنين دول يبقوا حاجة واحدة. وبعد كده بيبقى في عندنا فالف تاني، الاكسبيراتوري فالف ده اللي احنا بنتحكم بيه في البيب، او اللي هو البوست البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. بعد كده الهواء بيخرج من الاكسبيراتوري فالف للاتموسفير. طبعا الكنترول على البروسيسز دي كلها بيحصل من مايكرو بروسيسور او مايكرو كنترولر، والمايكرو كنترولر دوت بيبقى عنده مجموعه من المونيتورز والالارمز. بيبقى في عندنا سنسورز وفي عندنا سيتنجز جايه من اليوزر لمجموعه الارمز عشان تقدر تتحكم في الاوبريشن بتاع الجهاز. ممكن ان احنا نقسم المراحل المختلفه لتكوين الجهاز لاربع حاجات. في عندنا الجاس ميكسينج، مرحله الجاس ميكسينج دي مرحله مستقله وممكن تبقى اكشوري اكسترنال ديفايس في بعض الاجهزه. في عندنا اسبيراتوري ليمب اللي هي فيها التحكم في الويف فورم اللي رايحه للبيشنت، كميه البريشر، كميه الفلو، وطبعا منها بنقدر نحسب الفوليوم، وطبعا شكلها عامل ازاي وطريقه البريذنج سيكونس نفسها عامله ازاي بنقدر نتحكم فيها. في عندنا البيشنت انترفيس، هو عباره عن الكيبلز او التيوبس اللي هي رايحه من الجهاز للبيشنت انكلودنج الماسك. في عندنا الاكسبيراتوري ليمب هو الجزء اللي خارج من البيشنت بعد كده رايح للاتموسفير. المطلوب من الميكانيكال فنتليتور ان هو يحقق مجموعه حاجه بنسميها الفنتليتور ويف فورمز. بيبقى في عندي شكل معين للبريشر، شكل معين للفوليوم، شكل معين للفلو، وبيسكلي هو ده بيبقى مطلوب من الفنتليشن موديل اللي الطبيب يعني وصفه للمريض، ومفروض الجهاز بيحقق الويف فورمز دي بحيث ان هو يؤدي الفانكشن ده. ممكن ان احنا نفرق في الاوبريشن يعني بيسكلي عن طريق ان احنا نحدد الكنترول فاريبل اللي احنا بنستعمله عباره عن ايه. في عندنا تو كنترول فاريبلز اساسيين جدا، هما البريشر كنترول والفوليوم كنترول. في البريشر كنترول بيسكلي احنا بنست بريشر معين، والبريشر ده بيبقى محدد من الطبيب. البريشر ده بيبقى موجود عند الهواء اللي رايح للمريض، وبناء عليه بيتحدد الفلو ريت. الفلو ريت طبعا بيبقى معتمد على شكل البريشر عامل ازاي، وطبعا الفوليوم بيبقى عباره عن الانتجريشن بتاع الفلو ريت. فلو احنا حطينا البريشر كنترول بيبقى عندنا البريشر سيت بفاليو محدده من اليوزر، عكس كده الفوليوم كنترول بيبقى فيه عندنا اكشوالي طبعا اللي بيتحكم في الفوليوم هي الفلو ريت، فبنحط فلو ريت ثابت وبالتالي الفوليوم بيبتدي يزيد شويه بشويه. الفوليوم ده بنتكلم على الفوليوم اللي هو الهواء اللي موجود داخل الرئتين، فبالتالي الحاجه اللي احنا بنتحكم فيها هنا هي الفلو ريت، بنخليه ثابت، وبقيه الويف فورمز بعد كده بتتحدد حسب الحاجه اللي انا دخلتها ككنترول فاريبل. طبعا احنا ممكن نرجع للالكتريكال انالوجي. الالكتريكال انالوجي بيسكلي بيبقى في عندنا الاير واي بتاع البيشنت ممكن ان احنا نمثله كريزيستنس، وطبعا اللانجز ممكن نمثلها ككاباسيتنس بتمثل الكومبلاينس بتاعت اللانجز. بيبقى في عندنا وضعين، لو انا بتكلم على بريشر كنترول يبقى معنى كده الباور سورس عندي هنا هيبقى عباره عن بطاريه فيها لها فولتج معين، والفولتج ده ثابت احنا بنحدده. وفي حالة الانسبيريشن بيبقى بيسكلي عندي سيركت بالشكل ده كده، فزي ما احنا شايفين لو احنا بنفكر في عندنا الحاجة اللي موجودة عندنا هنا دي
يعني دايره عملنا لها اون، يعني عملنا البوزيشن بتاع السويتش ده بقى في وضع ايه ات تايم زيرو، اللي هيحصل ان احنا عندنا طبعا الفولتج ثابت، ولكن الكرنت اللي هو بيمثل لنا الفلو ريت بيبتدي بعد كده ينزل شويه بشويه، لان هنا في الاول خالص الكاباسيتور ده مش مشحون، معنى كده الفولتج ديفرنس او البوتنشال ديفرنس بين النقطتين دول بيبقى هو نفسه البطاريه دي، وبالتالي الكرنت بيبقى ماكسيمم، وكل ما الكاباسيتور ده بيشحن بيبقى فرق الجهد اللي موجود عندنا على الريزيستنس دي بيقل، فبالتالي الكرنت بيقل بشكل بيبقى اكسبوننشال بالشكل ده. لو عملنا انتجريشن لده يدينا ده. فبالتالي زي ما احنا شايفين كده الدايره دي، لو احنا شفنا الويف فورمز بتاعتها، لو شفنا ان احنا حطينا البريشر ده او حطينا الفولتج ده كشكل حاجه ثابته بالشكل ده كده، احنا بيسيكلي بنحدد تماما الفوليوم والفلو اللي هيحصلوا نتيجه للبريشر ده. احنا في الاخر هدفنا ان احنا نملى اللنج بالهواء او نخلي الكاباسيتور ده يبقى مشحون بنفس الفولتج اللي موجود هنا، يعني بيسيكلي تبقى بيسيكلي حاطين عليه تشارجز، والتشارجز زي ما احنا قلنا يعني في الالكتريكال انالوجي هي بتمثل الانتجريشن بتاع الفلو اللي هو نفس الفوليوم. فمعنى كده التشارج وانس ان الكاباسيتور ده بقى فولي تشارج، يبقى معنى كده اللانجز بقت فولي اكستندد. الوضع في الفوليوم كنترول مختلف، بدل ما بيبقى في عندنا فولتج سورس بيبقى في عندنا كارنت سورس. طبعا كارنت سورس ده بيمثل ان انا عندي فلو ريت ثابت، وبالتالي بيبقى عندي نفس الوضع بتاع شحن الكاباسيتور ده بس من خلال كارنت سورس. طبعا كون ان بيبقى في عندي كارنت ثابت هنا بيحصل ان الجزء اللي هو له علاقه بال اللي هو الفوليوم بيبقى انتجريشن بتاع ثابت، يبقى معنى كده بيطلع شكله لينير، يعني بيتملي بريت ثابت بدل ما كان هنا بيتملي بشكل غير، يعني بشكل مختلف شويه، بشكل بيبقى اكسبوننشال جروث، فبالتالي بنقدر نشحن الكباسيتور بس بطريقه مختلفه شويه. في كل الاحوال في جزء الاكسبيريشن، جزء الاكسبيريشن بيبقى باسيف، يعني بمعنى بيحصل من غير اي افورت خالص، مجرد ان الحاجه الشحن اللي موجود عندي على الكاباستور دوت بيفرغ في الريزيستنس اللي هي الاير واي. يعني وانس ان بيبقى في عندي هنا كاباستور مشحون او عندي لونج اكستندد، هي لو انا ما حطيتش اي سورس اوف بريشر خالص هي اوتوماتيكلي هتفرغ اللي فيها في الاير واي ده، بحيث انها ترجع تاني للوضع الاساسي بتاعها. هنا نفس الكلام بيحصل في الاثنين واحد، بس هنا بتكلم لما يكون في عندي بريشر كنترول اكني بحط سورس عباره عن فولتج سورس او بريشر سورس، بالنسبه للفوليوم كنترول بحط كارنت سورس او بحط فلو سورس. فطبعا احنا مهمتنا في الديزاين بتاع الفنتيليتور ان احنا بيسيكلي بنحاول ان احنا ناخد الديزاين الاساسي اللي هو الهاردوير بتاع الفنتيليتور اللي هو مكون من اكتويترز وسنسورز ومايكرو بروسيسور، وفي الاخر بنبني بيها دايره كنترول عشان تتحكم لنا في الويف فورمز اللي طالعه من الجهاز رايحه للبيشنت عشان تؤدي الفانكشن بتاعها. لو احنا خدنا مثال لجنرالايز كنترول سيستم، يعني بيسكلي لو احنا شفنا اي كنترول سيستم هنلاقي ان هو بيتكون من مجموعه حاجات، بيتكون من كنترولر، بيتكون من افكتور، وبعد كده في بلانت، هي دي اللي احنا بعد كده بيبقى عليها الاكشن اللي بيحصل من الافكتور دوت، ودي طبعا بتبقى متعرضه لمجموعه ديستربنسز، ومجموعه الديستربنس دي ممكن تغير الحاله بتاعت البلانت دي. طبعا بنتحكم في البلانت عن طريق مجموعه فاريبل بنسميها مانيبيوليتد فاريبلز. يعني احنا مثلا في الوضع اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان احنا عندنا في البريشر كنترول بيبقى عندنا مانيبيوليتد فاريبل هو البريشر، بالنسبه للفوليوم كنترول بيبقى المانيبيوليتد فاريبل هو الفوليوم. فبيسكلي الحاجه اللي بتطلع بعد كده بنقيسها، يعني لو انا مثلا بمانيبيوليت البريشر ممكن ان انا مونيتور مثلا الفوليوم او مونيتور البريشر اللي خارج من هنا اللي هو الكنترول فاريبل، وبعد كده باخد منه سامبل بيبقى بنسميها الفيدباك سيجنال، بنروح بعد كده بنقارنها بالانبوت اللي مطلوب من اليوزر، يعني اليوزر قرر ان هو عاوز ان يبقى فيه constant pressure عند الانبوت بتاع البيشنت، يبقى basically انا باخد البريشر سيجنال اللي انا قستها وبقارنها بالانبوت اللي هو اليوزر حدده، ويبقى فيه عندي هنا ايرور سيجنال. مهمه الكنترولر والافكتور ان هو يحاولوا ان هم يعملوا تريسنج او يحاولوا ان هم يتراك الفاليوز اللي هي مطلوبه من اليوزر دي، ويخلوا الحاجه اللي موجوده في البلانت هي exactly the same value.
طبعا مجموعه الكنترول دي اللي هي مجموعه الخطوات بتاعت الكنترول، مجموعه الستبس بتاعت الكنترول دي ممكن تتنفذ بطرق مختلفه، من اشهرها ممكن طبعا كلنا ممكن نكون سمعنا عنها هي البي اي دي كنترولر. البي اي دي كنترولر بياخد الايرور دوت وممكن يعمل له يعني بروبورشنال كنترول، يعني بمعنى ياخد منه جزء يتضرب في كونستنت اللي هو الايرور نفسه مضروب في كونستنت، وياخد الانتجريشن بتاع الايرور ده مضروب في انذر كونستنت، وياخد الديريفيتيف بتاع الايرور دوت ويضربه في انذر كونستنت، وفي الاخر ياخد دول كلهم بعد كده يستعملهم علشان يتحكم بيهم في البروسيس. وده طبعا بيحصل من مثلا عن طريق لو عندي كنترولر سوفت وير مثلا بعمل فيه الكلام ده. طبعا البي اي دي كنترول او البروبورشنال انتجرال ديريفيتيف كنترولر واحد من الفيري فيموس او الفيري وايدلي يوزد كنترولرز. وطبعا لو احنا بصينا على الايفكت بتاع الثلاث مراحل دول، لو انا غيرت في البارامترز وغيرت في الريلاتيف ويتس بتاعت الاجزاء المختلفه، بتوصلني من وضع ممكن ما يبقاش فيه تراكنج معمول بطريقه مظبوطه، يبقى فيه عندي هنا حاجه زي فلكتويشنز كده اراوند الديزايرد فاليو، وممكن انا اوصل بيه يبقى حاجه زي ما احنا شايفين كده شكلها منضبط وشكلها ان هي قريبه جدا من حاجه المظبوطه. فطبعا الليرنينج بتاع البارامترز دي طبعا بيبقى يعني مهم جدا عشان نقدر نحدد الكنترولر ده يشتغل بشكل مظبوط ولا لا. فطبعا الكنترول سيستم عموما واحد من الحاجات الاساسيه اللي هي يعني بيسك، اللي هي الاساس بتاع ديزاين بتاع جهاز الفنتليتور. طبعا ده يعتبر مثلا كلاسيكال كنترول. في بعض الانواع الاخرى مثلا زي الفازي كنترول، زي مثلا في ساعات بيبقى في انتليجنت كنترول بيبقى مختلف شويه عن كده، بس لو احنا بنتكلم على البيسك كنترول سيستم بيبقى معمول بالشكل ده. نطبق الكلام ده على الالكترونيك جاس بلندر، اول مرحله عندنا في جهاز الفنتليتور. الالكترونيك جاس بلندر زي ما قلنا المفروض هدفه الاساسي بيبقى في عندي داخل اكسجين ب 4 بار، وعندي هنا اير داخل ب 4 بار، بيبقى في عندي سيت فاليو هي عباره عن اف اي او 2 اللي هي فراكشن انسبايرد او 2 او نسبه الاكسجين في الهواء المطلوبه في البريدنج اير للبيشنت، بالاضافه للتايدال فوليوم المطلوب. التايدال فوليوم بيديني الفلو ريت اللي انا محتاجه بيبقى قد ايه. فبيسكلي بيبقى في عندي تو بروبورشنال فالفز للاير والاكسجين، حاجه بالشكل ده كده، الدايجرامز بتاعتهم بتبقى بالشكل ده، بتحكم في البروبورشنال فالف بحيث احدد الفلو ريت هنا بيبقى كام والفلو ريت هنا بيبقى كام. فالفلو ريت في كل واحد فيهم بيبقى بروبورشنال للكنترول سيجنال اللي رايحه عندي للبروبورشنال فالف الاولاني للاكسجين والبروبورشنال فالف الثاني للاير. بحسب الكنترول ده بيحصل ازاي؟ بيبقى بيسكلي الميكشر اللي طالع بيطلع بالنسبه بتاعت الاكسجين المطلوبه والتايدال فوليوم او الفلو ريت المطلوبين. فبيسكلي طبعا احنا لازم ناخد في اعتبارنا كذا حاجه، منهم ان احنا عندنا البريشر والتمبرتشر بيأثروا على الفلو ريت اللي طالع. يعني بمعنى احنا عندنا في الجاس لو بي في بتساوي ان ار تي، البريشر في الفوليوم بيساوي الان الكونستانت والار كونستانت في التي اللي هي التمبرتشر. فمعنى كده لو انا بتكلم على الفوليوم، لو انا مثلا بعمل ميكسينج لفوليوم من الاكسجين مع فوليوم من الاير، لازم اخد في اعتباري ان البريشر والتمبرتشر بيأثروا لي على الفوليوم اللي طالع. يعني لو انا قست الفوليوم ان هو حاجه معينه عند تمبرتشر معينه، يبقى لو التمبرتشر دي اتغيرت هيحصل عندي تغير في الفوليوم. فعشان اتاكد ان انا بعمل ميكسينج وعارف بالظبط الفوليوم اللي طالع ده قد ايه بالنسبه للتمبرتشر اللي انا شغال عليها، لازم اقيس البريشر ولازم اقيس التمبرتشر لكل واحد من الاثنين دول. لازم بالنسبه للانتري هنا يبقى في قياس لدرجه الحراره وقياس للبريشر للغازات اللي داخله. بيبقى في عندي تو ايكويشنز في تو انونز، بيسكلي اللي انا عايز احدده هنا الفلو ريت كام هنا والفلو ريت هنا كام عشان بعد كده الميكسينج يحصل بطريقه صحيحه. فالفلو ريت وانس ان احنا حددنا الفلو ريت بكام، بقدر احدد الكنترول سيجنال وخلاص ببقى عارف الكنترول هيبقى ماشي ازاي. الايكويشن اللي بتحدد لي الكلام ده هي اول حاجه ان التايدال فوليوم هو عباره عن الفلو ريت الاولاني في الانسبايرد تايم انسبيريشن تايم زائد الفلو ريت الثاني في الانسبيريشن تايم. يعني بمعنى انا دلوقتي عندي الفلو ريت ده لو ضربته في التايم يديني فوليوم، وده لو ضربته في التايم يديني فوليوم. فالتوتال فوليوم اللي انا باخده للبيشنت هو عباره عن مجموع الاثنين، طبعا باخد الانسبيريشن تايم عامل مشترك ويبقى مجموع الاثنين دول. الايكويشن الثانيه بنتكلم على التارجت اف اي او 2،
يعني بتكلم على نسبة الأكسجين كام. الأكسجين ده بيجي منين؟ طبعا عشان نحدد التارجت اف اي او 2 هو عبارة عن الفلو ريت الأولاني في واحد، لأن نسبته 100% في الأكسجين، يعني الأكسجين موجود في الجزء اللي جاي لي من الأكسجين ده بنسبة 100%. بالنسبة للإير عندنا 21% أكسجين، فمعنى كده الجزء اللي في البسط دوت هو عبارة عن نسبة الأكسجين أو كمية الأكسجين او الفلو ريت بتاع الاكسجين اللي جاي لي من الـ من الميكشر دوت، حسب كل واحد فيهم فلو ريت بتاعه كام. لو قسمت الكلام ده على الفلو ريت، مجموع الفلو ريت، يبقى معنى كده باخد نسبه الاكسجين بالنسبه للكل بتاع الايه، مجموع الاثنين اللي هم اللي موجودين عندي دول. فبالتالي هنا بيبقى في عندي هنا ايكويشن. طبعا انسبيريشن تايم ده بيبقى المفروض ان هو جيفن بالنسبه طبعا نسب الاكسجين في الاكسجين اللي هو الجاي لي والاير بيبقوا معروفين. يبقى معنى كده دلوقتي عنده تو ايكويشنز في تو انونز اللي هم الفلو ريت بتاع الاو 2 والفلو ريت بتاع الاير. طبعا التايدال فوليوم والتارجت اف اي او 2 اوريدي دول سيت فاليوز جايين لنا من اليوزر. فمعنى كده بحل التو ايكويشنز دول وبحدد الفلو ريت بتاع الاكسجين كام والفلو ريت بتاع الاير كام. وانس حددت الكلام ده بقدر بعد كده افيد الكلام ده ككنترول سيجنالز للتو بروبورشنال فالفز الموجودين عندي. وطبعا في الاخر لما باجي اعمل امبلمنتيشن بيسكلي بيبقى عندي مايكرو بروسيسور او مايكرو كنترولر موجود، بانترفيس المايكرو كنترولر ده مع الفالفز بروبورشنال فالفز اللي هم شكلهم بالشكل ده كده. الحقيقه ما ينفعش ان انا اعمل دايركت كونكشن من المايكرو كنترولر للفالف، ان الفالف فيه سولونويد. عاده بنتكلم على البروبورشنال فالف ده بيبقى يعني كنترول سيجنال بتاعته بتروح للسولونويد، السولونويد بياخد كارنت يعتبر عالي شويه، ما ينفعش اسحب كارنت عالي من المايكرو كنترولر. فبالتالي لازم يكون في عندي مرحله درايفر علشان يكبر الكارنت اللي موجود عندي من المايكرو كنترولر واوديه بعد كده للسولونويد. اللي احسن من كده ان انا بدل ما استعمل درايفر عادي استعمل ايزوليتد درايفر، بيبقى عباره عن حاجه زي اوبتو ترانزستور مثلا ولا حاجه. فبالتالي طبعا بنستعمله كلينير ترانزستور علشان يقدر يعمل لنا تغيرات يعني في الفولتج اللي رايح هنا او هنا عشان يحدد لنا نسبه الفتح بتاع الفالف كام. وبالتالي ده كده بيعمل لي ايزوليشن، معناه ان هو دلوقتي فصل لي المرحله دي عندي باوبتيكال ايزوليشن. لو حصل اي مشكله هنا لاي سبب من الاسباب المايكرو كنترولر بيبقى يعتبر بروتكتد. فبالتالي انا دخلت دلوقتي كنترول سيجنالز اللي انا حسبتها بيزد على الفلو ريتس. وبعد كده عشان اعمل الفيدباك كنترول بقى اللي انا محتاجه لازم يكون في عندي سنسور، والسنسور ده بيقيس لي نسبه الاكسجين اللي رايحه في البريذنج اير. فالاكسجين سنسور ده بيبقى هو الفيدباك سيجنال اللي انا بعد كده باخدها وبقارنها بعد كده باليوزر انبوت علشان احدد اذا كان في ايرور، والايرور ده بعد كده استعمله عشان احاول احسن بيه التراكنج للديزايرد فراكشن انسبايرد اوتو. وبالتالي هو ده كنترول سيستم زي ما احنا كنا بنتكلم عليه، مثال للكنترول سيستم اللي كنا بنتكلم عليه بس امبلمنتد بالمكونات اللي موجوده عندنا هنا في جهاز الميكانيكال فنتليتور. المرحله الثانيه بعد الجاس ميكسر هي الانسبيراتوري سيركت. الانسبيراتوري سيركت بيبقى فيه عندنا هنا الميكس جاس اللي احنا اخدناه من الجاس ميكسر بيدخل على بروبورشنال فالف. البروبورشنال فالف ده بعد كده هو اللي بيحدد ايه اللي رايح للبيشنت. بيسكلي انا هدفي ان انا لو انا بعمل بريشر كنترول بيبقى معنى كده بحط بريشر بفاليو محدده من اليوزر، او لو كنت بعمل فوليوم كنترول بحط هنا فلو ريت محدد برضو او حسب الفوليوم اللي انا عايزه برضو بيبقى محدد برضو بالنسبه من اليوزر انبوت. وبالتالي انا هدفي دلوقتي ان انا يا اما كنترول البريشر يا اما كنترول الفوليوم اللي هو بيسكلي اسينشالي جاي من الفلو ريت. فبالتالي بيبقى في عندي هنا البروبورشنال فالف دوت الكنترول جاي من المايكرو كنترولر برضو عن طريق ايزوليتد درايفر. بيبقى في عندي هنا فيدباك من البريشر سنسور، بيبقى في عندي هنا بريشر سنسور بيقيس لي البريشر بعد البروبورشنال فالف. ويبقى في عندي فلو سنسور برضو جاي لي من يعني بيقيس الفلو ريت اللي رايح للبيشنت. وبعد كده ده بيعمل فيدباك، هما الاثنين بيعملوا فيدباك للمايكرو كنترولر علشان يقدر يحدد اذا كان البريشر مظبوط ولا لا، او يقدر يعمل له كنترول يعني يقدر يخلي البريشر اراوند الفاليو اللي انا عاوزها او يخلي الفلو ريت برضه بالفاليو اللي انا عاوزها حسب الكنترول في البروبورشنال فالف دوت. طبعا بعد كده بقيه السيركت بيبقى فيها
adjustable pressure limiting valve، يعني بيبقى في عندنا فالف هنا بحيث لو البريشر كان زايد لاي سبب من الاسباب عن الحد اللي ممكن يكون سيف بالنسبه للبيشنت، بيعمل فينتنج للهواء اللي خارج، الهواء اللي هو البريشر الزياده دوت. بعد كده بيبقى في تشيك فالف علشان يخلي في يوني دايركشنال فلو من الميكسد جاس للبيشنت، ما ينفعش ان يرجع الهواء في الاتجاه المعاكس عشان ما ينفعش يبقى في ري بريذنج. بيبقى في بعد كده البريذنج سيركت اللي هي مجموعه التيوبس اللي بتروح بعد كده للبيشنت، وبيبقى في بعد كده الهيت اند مويستشر اكشينجر اللي هو بيعمل يعني بيرطب وبيدفي الهواء اللي رايح للبيشنت، وبعد كده للبيشنت ماسك بعد كده. طبعا بنتكلم البيشنت ماسك او لو احنا بنعمل مثلا انتيوبيشن يبقى معنى كده بتكلم على التيوب. ففي الاخر بيبقى في عندي هنا كنترول لوب شغاله علشان تخلي البريشر، يا اما البريشر ثابت يا اما الجزء اللي هو له علاقه بالفلو ريت يكون ثابت. طبعا احنا ممكن الجزء اللي هو نتكلم الكلام ده بيحصل في عمليه الانسبيريشن، عمليه الاكسبيريشن بيبقى الفالف ده بيبقى كومبليتلي كلوزد، يبقى بيسكلي انا مش عايز اي بريشر خالص ولا عايز اي فلو ريت، فبيسكلي انا بقفل خالص. طبعا فلو ريت هنا بيبقى تقريبا بيبقى في الجزء دوت، يعني فلو ريتس اللي بنتكلم عليها هنا دي بالنسبه للبيشنت، انما بتكلم على يعني بتكلم على التشيك فالف ده بيمنع حتى يعني ان في مرحله الاكسبيريشن المفروض ان ما فيش هواء جاي من هنا خالص، كل اللي بيحصل ان البيشنت بيطلع الهواء في الاكسبيراتوري ليمب اللي هو الاكسبيراتوري سيركت. فبالتالي عمليه الكنترول لوب دي بتحصل بس في عمليه الانسبيريشن، وطبعا انا بحدد امتى انتهي من الانسبيريشن عن طريق ممكن كذا حاجه، يا اما ان انا الفوليوم وصل لحد معين، يا اما الفلو قل لدرجه معينه يعني قل بقى بيلو سيرتن ثريشولد. طبعا احنا عندنا لما بناخد نفس زي اكننا بنشحن كاباستور، بعد فتره الكرم بيبتدي اللي هو بنشحن بيه الكاباستور ده بيبتدي يقل لغايه لما يوصل يبقى قرب الصفر، عمره ما يوصل للصفر، يوصل صفر ات انفينيتي. بس بتكلم هنا ان انا لما بحط ثريشولد معين، لو انا قلت عن ثريشولد معين خلاص بقول ان انا كده تقريبا وصلت للصفر وخلاص، يبقى كده مرحله الانسبيريشن خلصت، يبقى معنى كده بسويتش لمرحله الاكسبيريشن، بقفل الفالف ده خالص. لو بتكلم على الفلو نفس الكلام بالظبط، يعني بخلص هنا الفلو دوت وخلاص، بعد كده الجزء الثاني ده بيحصل بطريقه باسيف في مرحله الاكسبيريشن. فبالتالي الكنترول لوب عندنا بتحصل هنا في الانسبيراتوري سايكل او في الانسبيراتوري تايم، وبعد كده في الاكسبيراتوري تايم الجزء ده بيبقى متوقف تماما. مرحلة الاكسبيراتوري سيركت هي بقى المرحلة اللي بتاخد من البيشنت، بتبتدي من عند البيشنت وتمشي في عكس الاتجاه، بيبقى فيه تشيك فالف عشان يبقى الدايركشن برضو من هنا للاوتسايد. بيبقى هنا فيه الاكسبايرد جاس، الاكسبايرد جاس دوت بيبقى بنقيس البريشر، ممكن نقيس الفوليوم او الفلو ريت، وممكن ساعات بنقيس حاجة اسمها الاند تايدال سي او 2، في بعض الاجهزة موجود وبيستعمل، في بعض الاجهزة ما بيستعملش، يعني في اجهزة المعتادة ما بيبقاش، ممكن ما يبقاش في اند تايدال سي او 2. فبيسكلي الكنترول هنا على الهواء اللي خارج بيبقى عن طريق برضه بروبورشنال فالف، بنفس الطريقه عندنا مايكرو كنترولر وفي درايفر بيبقى ايزوليتد، بيبقى عاده اوبتو ترانزستور ولا حاجه بالشكل ده عشان يكنترول البروبورشنال فالف. البروبورشنال فالف دوت هدفه الاساسي ان هو ما يفتحش الطريق تماما للهواء اللي خارج، يخلي فيه يعني يبقى بارشالي اوبن كده، بحيث ان هو يخلي فيه ريمينينج بريشر ات ذا اند اوف اكسبيريشن اللي هو البيب، اللي هو البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. البيب ده الحقيقه واحد من الحاجات المهمه جدا وفيري ماتش ريكومندد ان ما يبقاش صفر، يعني بمعنى ان ما اسمحش ان الهواء او اللنجز بتاعت البيشنت توصل لاتموسفيريك بريشر ات ذا اند اوف اكسبيريشن، علشان البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر ده بيخلي الالفيولاي بتكون اوبن، وبالتالي يعني بتمنتين الفتح اللي هو الموجود في الالفيولاي وبتحسن البرفورمانس بتاع الريسبيراتوري سيستم. الحاجه اللي بتخرج من هنا حسب الكنترول هنا اللي موجود عندي بتاع الفالف دوت، بيخرج عندي الغاز بعد كده، يبقى الغاز اللي خارج ده بيبقى فنتد خارج الجهاز خالص. طبعا بيبقى يعني بتكلم على البريشر سنسور هي الحاجه الاساسيه، عشان الكنترول لوب دي اساسا بتبقى هدفها ان انا كنترول البيب، اكنترول البريشر النهائي اللي موجود عندي هنا في الجزء بتاع الاكسبيراتوري ليمب. اوكي، فبالتالي احنا اللوب الاساسيه على البريشر كنترول. احنا بنعرف امتى الاكسبيريشن خلص، ممكن نعرفه عن طريق الفلو سنسور، او نتيجه ان احنا عندنا الجزء اللي هنا ده احنا عارفين البريشر والريزيستنس بتاعت البروبورشنال فالف معروفه، ممكن اكشوال استيميت الفلو هنا، فعشان كده الفلو سنسور ممكن يكون اوبشنال.
الانتايدل سي او 2 بيستعمل في الاجهزه اللي تعتبر انتليجنت عشان تحاول تحسن البرفورمانس بتاع المود اوف فنتيليشن، وممكن ان هي تحاول كمان ان هي تغير في المود اوف فنتيليشن علشان تادابت لحاله المريض. فده طبعا ممكن يكون موجود في بعض الاحوال، ولما يكون موجود بيبقى الكنترول لوب بتبقى معقده شويه علشان بتبقى ساعتها انتليجنت كنترول، بيبقى بقى باخد الانتايدر سي او 2 مع الحاجات المطلوبه الاخرى زي البيب، وممكن اكشوالي ادجست الانتايدر بيزد على الادجستمنت بتاع او الفاليو بتاعت الانتايدر سي او 2، ممكن اغير اكشوالي بيب المفروض تكون كام، ممكن اغير كمان في مرحله الانسبيراتوري سيركت كنترول اغير البارامترز بتاعتي اللي انا بشتغل عليها. فبالتالي عندنا هنا مراحل كنترول في منتهى الوضوح. برضو هنا المرحله اللي هي بتاعت الكنترول الاساسيه هي على البريشر اللي هو بيحدد لي البيب، وبيسكلي في مرحله الانسبيريشن بيبقى طبعا السيستم ده لازم يبقى كلوز علشان ما ينفعش ان انا يبقى الهواء جاي لي من الانسبيراتوري ليمب ويدخل بعد كده يخرج من الجزء بتاع الاكسبيراتوري سيركت. ففي جزء الانسبيريشن الفالف ده بيبقى كومبليتلي كلوز. مرحله الكنترول بتاعه البيب بتحصل عن طريق في مرحله الاكسبيريشن تايم، وبيسكلي بتتم عن طريق طبعا بيبقى في عندي هنا ده الكنترولر وده الافكتور، وبعد كده في عندي هنا السنسور اللي موجود اللي بيعمل لي فيدباك، وبيحصل هنا عمليه مقارنه البيب المطلوب بالمقاس، وبيحصل الكنترول الجوريزم سواء كان بي اي دي او فازي او انتليجنت بيحصل داخل المايكرو كنترولر. ناخد بعض الامثله لمودز اساسيه موجوده عندنا في الفنتيليتور كامبلمنتيشن بنفس الطريقه اللي بنتكلم عليها. يعني طبعا في عندنا السي باب او البيب، يعني بيسكلي سي باب واحد من الطرق الاساسيه اللي هي بتستعمل علشان تخلي الاير اللي موجود عندنا الاير واي بريشر يبقى اعلى شويه من الزيرو، بدل ما يبقى في عندي هنا ده هنا ده الويف فورم بتاعت السبونتينيوس بريذنج اللي هو التنفس الطبيعي او التلقائي بتاع المريض، ده مفروض يبقى سنترد حوالين زيرو هنا. زيرو هنا معناها ان هو اتموسفيريك بريشر. لما برفعه شويه بتكلم مثلا برفعه ب 5 سنتيمتر H2O 10 سنتيمتر H2O بكتير قوي، يعني بيبقى بنتكلم على بنرفعه ببريشر ما هواش عالي، ما هواش بنسبه كبيره. فبس النقطه ان احنا لما بنرفعه بالشكل ده كده الويف فورم لما تكون اليفيتد عند دي سي اوفست اعلى شويه من الصفر بتحسن البرفورمانس بتاع الريسبيراتوري سيستم عموما. فبالتالي اليوزر هنا بيختار السي باب بريشر، يعني الاوفست اللي انا بحطه هنا بيبقى مقداره قد ايه. الماشين كل اللي بتعمله اللي هي كنترول البروبورشنال فالف اللي موجود عندي في الانسبيراتوري ليمب علشان يمينتين السيلكتد اير واي بريشر طول الوقت. فبالتالي هنا في الجزء دوت بيبقى في عندي يعني بيسكلي سيركت بتاعت كنترول بيسك او كنترول سيستم بيكنترول البريشر ان هو يبقى مينتين، يبقى اللي هو البيز لاين بريشر هنا يبقى مينتيند ات اليفيتد بريشر محدد من اليوزر. فهنا ده طبعا بنعمله عن طريق الانسبيراتوري فالف اساسا. في نوع تاني شبيه بيه بس الحقيقه يعتبر يعني فيرجن احسن شويه، نتيجه لان الناس لقت لما بيكون في عندنا اليفيتد بريشر متساوي في الانسبيريشن والاكسبيريشن ممكن يعمل لي مشكله في مرحله الاكسبيريشن، لان انا لما بحاول اعمل اكسبيريشن بحاول اعمل زفير اجينست بريشر ما بيبقاش الحقيقه يعني معمول بشكل يبقى متعب شويه بالنسبه للبيشنت. فبالتالي بيبقى في عندنا في مود موجود عندنا اسمه باي ليفل بوزيتيف اير واي بريشر اللي هو باي باب، واحد من الحاجات المشهوره جدا، واحد من الحاجات اللي هي ريكومندد مثلا في الحاجات زي كوفيد 19. ده بيبقى في عندي اليوزر بدل ما بيختار بريشر واحد بيختار تو بريشرز، واحد اسمه اي باب انسبيراتوري بوزيتيف اير واي بريشر، واي باب او ساعات بيسموه بيب هو نفس الحاجه هو اكسبيراتوري بوزيتيف اير واي بريشر. بيبقى في عندي في مرحله الانسبيريشن هنا بيبقى في عندي بريشر معين، يعني بيبقى في عندي بيز لاين هنا عالي شويه وهنا في بيز لاين اقل شويه في مرحله الاكسبيريشن. اليوزر بيحدد التو بريشرز دول. اللي بيحصل الماشين نفسها بتكنترول عن طريق انها بتديتكت الانسبيريشن، طبعا مهم ان احنا نديتكت الانسبيريشن، الانسبيريشن هو عباره عن يعني بيسكلي بنلاقي نيجاتيف بريشر حسينا بيه عند الاير واي اللي هو واصل للبيشنت، وانس ان جالنا احساس بالنيجاتيف بريشر ده يبقى احنا عارفين ان احنا ابتدينا ندخل في الانسبيريشن. وانس ان احنا دخلنا في الانسبيريشن بنعمل كنترول للفالفز عشان نمنتين البريشر بتاع الانسبيريشن هو رقم معين،
وبعد كده بندتكت الاكسبيريشن، هو المفروض يبتدي عن طريق طبعا احنا بنبص على الفلو عشان نعرف هو خلص امتى عمليه الانسبيريشن. فبيسكلي احنا بندتكت النيجاتيف بريشر فروم بيشنت تو انديكيت ذا ستارت اوف انسبيريشن. الانسبيراتوري فالف بنتحكم فيه علشان نرفع البريشر اللي موجود عندنا في الاير واي سيركت اللي رايحه للبيشنت لليفل معين، هو نفسه الاي باب اللي اليوزر دخله. بعد كده بندتكت الاند اوف انسبيريشن عن طريق الفلو سنسور زي ما احنا كنا بنقول. بعد شويه واحنا بنعمل انسبيريشن فلو بينزل يبقى قرب الصفر، فبندتكت يعني نحط ثريشولد معين، اول لما ننزل تحت الثريشولد ده نعرف الانسبيريشن خلص. وانس ان احنا عرفنا الانسبيريشن خلص بنكنترول اكسبيراتوري فالف عشان نمينتين البريشر اللي هو موجود عندنا هو الاي باب دوت في الاند اوف يعني في الجزء بتاع الاكسبيراتوري تايم. فبيسكلي بيبقى في عندنا هنا طبعا في مرحله الانسبيريشن في الانسبيراتوري لين بيبقى في عندنا كنترول على البريشر ان هو بالشكل ده، في مرحله الاكسبيريشن بيبقى في عندنا في الاكسبيراتوري سيركت بيبقى في عندنا كنترول على البريشر ان هو يبقى بالليفل دوت. طبعا لما بتكلم على كنترول اوف يعني انسبايرد بريشر او اكسبايرد بريشر بتكلم على الكنترول جنرالايز كنترول سيركت اللي انا كنت بتكلم عليها، اللي هي بيبقى فيها طبعا ان انا بقيس الايرور وبعد كده بحاول احسن لغايه لما اوصل لماتشنج او بعمل تراكنج للحاجه المطلوبه. في مود تاني مهم جدا هو السبورتد فنتيليشن. السبورتد فنتيليشن بيسكلي هو بيعمل يعني بيديتكت المريض عايز ياخد نفس امتى، ومش بيعمل بس زي الباي باب يحط مثلا بريشر قليل شويه كده بيز لاين قليل شويه، لا هو هنا بيحط بريشر اكتر شويه علشان يساعد المريض ان هو يعمل يعني تنفس ياخد النفس بتاعه بشكل اسهل شويه. هدف السبورتد فنتيليشن عموما هو لو البيشنت عنده مشكله في ويكنس اوف ريسبيراتوري ماسلز هو بيساعد الماسلز دي علشان تقدر تعمل التنفس بشكل ماتش مور افيشنت. فلو احنا بنتكلم على بريشر سبورت مثلا يبقى في الحاله دي انا وانس ان انا عملت ديتكشن لمحاوله البيشنت ان هو يعمل انسبيريشن بحط انا البريشر ده وكنترول البريشر يبقى بالليفل اللي انا محدده او اليوزر محدده. فاليوزر بيحدد السبورت بريشر اللي هو عايزه ويسبورت يحط كمان لو في عاوز بيب بريشر، يعني عاده بيحب برضو اليوزرز ان هم او الاطباء ان هم يخلوا برضو في بيز لاين هنا ما يبقاش صفر. ده البيز لاين الموجود عندنا هنا هو ده البيب اللي هو البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. فبالتالي انا في الجزء بتاع الانسبيريشن بتحكم في البريشر ان هو يكون الفاليو دي، ودي بتبقى سيت باي ذا يوزر، ساعات بتبقى سيت كرقم وساعات بتبقى سيت ان هي نسبه من الانسبيراتوري ايفورت، يعني هو نفسه يعني كل ما زاد الانسبيراتوري ايفورت كل ما كان عايز ياخد نفس اعمق يبقى هنا البريشر ده بيبقى بيسكلي بيبقى متناسب معاه. في كل الاحوال الفاليو دي بتبقى موجوده عندنا بعمل عليها كنترول في الانسبيراتوري تايم، وبعد كده في الجزء بتاع الاكسبيريشن بيسكلي بتحكم ان يبقى في عندي البيز لاين بريشر اللي هو البيب دوت يبقى موجود عندي. ففي الماشين بنعمل ديتكشن للانسبيريشن ستارت اند اند، طبعا الاند دوت بنعمل له ديتكشن عن طريق الفلو ريت زي ما كنا بنتكلم قبل كده. بنكنترول الفالفز موجود عندنا في الانسبيراتوري ليمب والاكسبيراتوري ليمب علشان نمينتين السيلكتد بريشرز. فبنديتكت النيجاتيف بريشر فروم ذا بيشنت باستعمال البريشر سنسور عشان انديكيت الستارت اوف انسبيريشن. الانسبيراتوري فالف بنكنترول الاير واي بريشر علشان يبقى بالشكل اللي احنا اليوزر حدده. وبعد كده عشان نحط السبورت بريشر في الانسبيريشن بنديتكت الاند اوف انسبيريشن باستعمال الفلو سنسور. وبيسكلي وبنكلوز ساعتها الانسبيراتوري فالف وانس ان احنا وصلنا للفلو اللي هو بيلو سيرتن ثريشولد. بيبقى في عندي بعد كده في جزء الاكسبيريشن بيبقى في الاكسبيراتوري فالف بنكنترول فيه الاير واي بريشر بيز لاين دورينج اكسبيريشن عشان يبقى بيب عشان هو يبقى البيز لاين بريشر اللي احنا عايزينه هنا. فبيبقى في عندي اللي هي الكنترول سيركت بتبقى بالشكل ده كده، السيت بوينت بتبقى عندنا هي عباره عن بريشر وبيسكلي البريشر ده بعد كده متحكم في الفنتيليتور عشان يمينتين البريشر ده بالنسبه للبيشنت. وبعد كده بناخد بقى فيدباك من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، بيبقى في عندي بريشر عشان اتاكد ان هو مظبوط زي ما انا حددته، وعندي الفلو ريت برده بيبقى موجود عندي علشان احدد بدايه ونهايه الانسبيريشن. وبعد كده بيسكلي اللوب بتاعه الكنترول بتتم بالشكل اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده.
في مود تاني الحقيقه مهم جدا، هو الكونتينوس مانداتوري فنتيليشن. ده بنتكلم عليه ان احنا في الحاله بتاعه المريض اللي هو ما عندوش اصلا قدره على ان هو يبتدي الانسبيريشن، يعني بيسك بيبقى في ساعات مشاكل في الموتور كنترول، بيبقى الدرايف اللي بيعمل انسبيريشن بيخلي الانسان يحاول ياخد نفس هو ده اصلا مش موجود، في مشكله فيه بشكل ما، او ممكن يكون انستيبل. فالدكتور ممكن يقرر ان هو يبقى محتاج ان هو يبقى في المود دوت. فاليوزر في الحاله دي بيحدد التارجت بريشر او التارجت فوليوم المطلوبين، وبيحدد البيب، يعني عايز ارفع الكلام ده بنسبه قد ايه، يعني هي طبعا زيرو، ممكن احنا نخليه اعلى شويه من الزيرو لو احنا حبينا. ويبقى الريسبيراتوري ريت برضو موجوده، يعني عندي الريت اللي انا بستعمله علشان يعني بعمل مثلا 15 بريث بير مينيت، ولا بعمل 20، ولا بعمل 10، يعني ده الريت اليوزر بيحدده. ونسبه الانسبيريشن للاكسبيريشن تايم بتبقى قد ايه في البيريود او السايكل بتاعت الاكسبير بتاعت الريسبيريشن. هنا كل حاجه الماشين بتعملها، يعني هنا اكشوالي بدايه الشغل هنا، يعني مثلا شكل الويف فورم، هنا بنتكلم على حاجه زي فوليوم كنترول، فبالتالي شكل الويف فورم بتاعت البريشر مثلا شكلها بتبقى ما هياش ثابته. احنا بنحاول هنا بيسكلي نعمل ستارتنج وسايكلينج يوزنج تايم، يعني ببتدي هنا ما بعملش اي ديتكشن للبيشنت للايفورت بتاع البيشنت خالص، انا هنا بحدد البدايه دي على طريق التايم، لما يجي وقت بدايه الانسبيريشن ببتدي وخلاص، ماليش دعوه بالبيشنت خالص، يعني ما ببصش على اي فاريبلز جايه من البيشنت عشان احدد بدايه الانسبيريشن. في مرحله الانسبيريشن بتحكم في الكنترول فاريبل، لو انا بتكلم هنا على الفوليوم بتحكم في الفوليوم او بتحكم في الفلو ريت علشان اقدر اوصل بيه ان هو يعني يبقى في يعمل لي الفوليوم او تايدال فوليوم اللي انا عايزه في مرحله الانسبيريشن اللي انا عارفها. انا هنا برضو طالما عارف نسبه الوقت بتاع الانسبيريشن نسبه الوقت بتاع الاكسبيريشن بقدر احدد تماما وقت الانسبيريشن كام ووقت الاكسبيريشن كام. طبعا الوقت بتاع مجموعهم اللي هو وقت السايكل كلها كام، هي واحد على الريت، واحد على الريسبيراتوري ريت، عشان لو انا عندي 15 بريث بير مينيت يبقى معنى كده كل بريث او كل سايكل بتاخد 4 ثواني. لو انا عارف نسبه الانسبيريشن الاكسبيريشن 50 50 مثلا بيبقى عندي معنى كده يبقى انا عارف ان الاربع ثواني دي مقسمه 2 ل 2 ثانيتين لثانيتين. فبالتالي انا هنا ببتدي في وقت محدد بنتهي في وقت محدد، يعني هنا اللي بيحصل السايكلينج. سايكلينج معناها نهايه الانسبيريشن، بحدده ازاي؟ بحدده عن طريق التايم. بعد كده مرحله الاكسبيريشن بتفضل برضو تكون بيسكلي يعني بتبقى باسيف وبيبقى لها وقت محدد، وانس الوقت بتاعها خلص ببتدي على طول سايكل ثانيه وخلاص. فبيسكلي احنا عندنا هنا بنعمل ستارت اوف انسبيريشن بيز على التايم، لما الوقت بتاعها بيجي بنبتدي ما بنقيسش خالص المحاوله الانسبيريشن من البيشنت، ما هياش سينكرونايز مع المحاولات بتاعت البيشنت. الانسبيراتوري فالف بيكونترول اير واي بريشر during the inspiration to meet the target volume or يعني التارجت بريشر او الفلو ريت اللي احنا عايزينه. طبعا احنا بنتكلم على البروبوشنال فالف، هو بيسكلي بيتحكم لنا في الفلو ريت، والفلو ريت هو اللي بيعمل لنا بعد كده البريشر. فبيسكلي بتحكم، عشان لو انا بتكلم على فوليوم كنترول بتحكم في البروبوشنال فالف عشان يديني الفلو ريت اللي انا عايزه، والفلو ريت هيديني الفوليوم اللي انا عايزه. بنحدد الاند اوف انسبيريشن بيسكلي لما وقته بينتهي، ما بنتكلمش بقى على ان في عندنا يعني بيبقى في عندنا مثلا ديتكت مثلا لما الفلو يقل عن ثريشولد معين، لا احنا هنا في المانداتوري فنتيليشن بيبقى الوقت محدد للانسبيريشن بكذا وقت، وانس الوقت ده خلص خلاص. بعد كده وانس ان احنا عملنا وانس ان احنا وصلنا لنهايه الانسبيريشن بنقفل الانسبيراتي فالف ونبتدي بعد كده في مرحله الاكسبيريشن. لو انا عندي البيب بزيرو خلاص انا هنا ده بيبقى مفتوح 100% مفيش فيه كنترول. لو انا عايز ده يبقى elevated شويه يبقى يعني at the baseline مثلا 5 سنتيمتر H2O مثلا، يبقى معنى كده بعمل كنترول هنا على البريشر بنفس الطريقه اللي عملناها قبل كده في المودز السابقه. فلو احنا بنتكلم على الانسبيراتوري كنترول سيركت بيبقى عندي هنا set point بتبقى volume هي التايدال فوليوم اللي داخل للبيشنت، بيبقى في عندي هنا طبعا السيت بوينت او الادجستمنت بتاعي بيبقى على البروبورشنال فالف بيبقى برضه ستيل بريشر وهو اللي بيحدد لي الفلو ريت بيساوي كام، يعني بغير الويف فورم بتاعت البريشر علشان تديني الفلو ريت الثابت اللي انا عايزه، وبحدد الفلو ريت الثابت ده عشان يديني تايدال فوليوم في الانسبيراتوري تايم المحدد.
وبرده الكلام ده بيروح للبيشنت، وباخد بعد كده اللي هو الفوليوم اللي انا عملت له، اللي انا باخده من البيشنت ده عشان اتاكد ان انا فعلا اديت البيشنت تايدال فوليوم المظبوط. وبعد كده باخد برده نسبه منها، وباخد جزء منها برده بروح بيه تاني علشان الفنتليتور يعمل الكنترول لوب اللي هو المفروض يعملها علشان تديني التارجت مثلا تايدال فوليوم اللي انا محدده. واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تكون موجودة عندنا في جهاز الفنتليتور هي الفنتليتور الارم سيستم. طبعا احنا بنتكلم على ان الفنتليتور ده لايف سبورت ديفايس، يبقى معنى كده ان ممكن يبقى في بعض الحاجات اللي تحصل، يعني ممكن يبقى في عندي مشكلة تحصل والمشكلة دي ممكن تأثر لي على حياة المريض. ممكن في بعض المشاكل الأخرى ما تبقاش، ممكن يبقى مشكلة موجودة وكل حاجة بس ما هياش بتأثر على حياة المريض بشكل مباشر. فممكن احنا يعني نتكلم على الفنتليتور الارم سيستم ان هو ممكن يبقى كذا ليفل، يعني الناس عملت لها كاتيجورايزيشن لمجموعه ليفلز عشان تحدد نسبه الخطوره بتاعه كل واحد من الايفنتس اللي بتحصل. فلما بتكلم على ليفل 1 ايفنتس بنتكلم على الحاجات اللي هي لايف ثريتنينج. لايف ثريتنينج سيتويشنز معناها ان هي يعني ممكن تبقى immediately لها خطر على حياه المريض. يعني بتكلم مثلا عن اننا عندنا excessive or no flow of gas to the patient، يعني الغاز اللي رايح للبيشنت، كميه الهواء اللي رايحه للبيشنت زياده جدا، pressure زياده جدا، او ما فيش pressure خالص، ما فيش هواء خالص رايح للبيشنت. طبعا لو احنا سيبنا البيشنت بالشكل ده كده ممكن يبقى فيه خطر على حياته. فالالارمز اللي في الوضع دوت بيبقى عندنا طبعا يعني ما بنخليهاش ان هي بتبقى زي بقيه الالارمز، بيبقى فيها حاجه مختلفه اساسيه ان هي mandatory، يعني معنى كده ان اليوزر ما يقدرش ان هو يحددها. زي ما هنشوف بعد شويه اليوزر ممكن يحدد بعض الالارمز، هنا لا، هنا لو الهواء اللي رايح للبيشنت قل عن حد معين يبقى ديفينتلي لازم يبقى فيه الارم حتى لو اليوزر ما حددش ان يبقى فيه الارم. لازم تبقى ريدندنت. ريدندنت معناها ان يبقى في عندي مالتيبل سنسورز اند سيركتس. ريدندنت معناها ان انا دلوقتي باخد نفس الحاجه بقيسها بكذا طريقه، يعني ممكن مثلا لو انا بتكلم على excessive or no flow ممكن actually ال values بتاعت ال pressure sensor وال flow sensor ممكن منهم independently اقدر اعرف اذا كانت ال conditions دي موجوده ولا لا. وممكن لو انا عندي الاثنين بقى يبقى هما الاثنين كده بنتكلم عليهم ان هما redundant، يدوني نفس المعلومه بطرق مختلفه. وبنسميها كمان non canceling، يعني ال level 1 alarm لازم يكون non canceling، معناها ان هو الالارم ده بيبقى يعني continuously activated even if the event is corrected and must be reset manually. يعني بمعنى ان في بعض الاحيان زي ما تشوف في بقيه الليفلز ممكن لو الكونديشن انتهى، لو الكونديشن اللي هو بتاع الالارم دوت ما بقاش موجود الالارم بيختفي اوتوماتيكلي. لا هنا مش كده، لازم يوزر يروح بنفسه عشان يتاكد ايه اللي حصل بالظبط، عشان دي حاجه فيها خطوره على حياه المريض. فلازم اليوزر لازم يروح للجهاز ويريسيت الالارم بطريقه مانيوال. فالحقيقه دي ميزه اساسيه موجوده عندنا في ليفل 1 نتيجه لخطورته. الليفل 2 ايفنتس بنتكلم على لايف ثريتنينج سيتويشنز اف نوت كوركتد ان ا تايملي فاشن، يعني بمعنى ممكن اتكلم على حاجه لو استمرت بنفس الشكل ده لفتره ممكن تعمل لي خطر على حياه المريض، ما هياش immediate danger بس بتبقى ايه، ممكن اتكلم عليها ان هي يعني ممكن في شورت تيرم تديني بعض يعني مش شورت تيرم يعني مثلا يعني بنتكلم بعد شويه صغيرين ممكن تبقى فيها مشكله. فبيسك بنتكلم على مثلا زي البلندر فيلير اللي هو الجزء اللي بيعمل فيه ميكسنج للاير والاكسجين فيديه نسبه اكسجين مختلفه. لو انا عندي الاير واي بريشر اعلى شويه او اقل شويه من المطلوب، لو هو بيعمل اوتو تريجرنج بدل ما بيعمل تريجرنج مثلا على بدايه التنفس بتاع المريض، لا هو بيبتدي التنفس في اوقات ممكن تكون راندم، يعني انا اعمله مظبطه على ان هو يبتدي لما المريض يحاول، هو بيبتدي لوحده قبل ما المريض يحاول او بعد ما المريض يحاول. ممكن برضو نتكلم على السيركت بتاعت البيشنت نفسها ممكن يبقى فيها اوكلوجن، اوكلوجن دي تديني بريشر عالي، فمعنى كده لو بارشال اوكلوجن يبقى ستيل في هواء رايح للمريض بس الهواء دوت بيبقى فيه ريزيستنس زياده، وهكذا حاجات بالشكل ده كده. فطبعا بنتكلم على يعني ممكن برضو بعض الحاجات زي الانسبيراتوري اكسبيراتوري تايمينج مثلا فيها مشكله، يعني بيسكلي لو انا خليت النسبه بتاعت ده مختلفه لو اليوزر حط النسبه دي بشكل ما هواش مظبوط ممكن برضو يبقى فيها برضو بعض المشاكل. الالارمز هنا ممكن تبقى ريدوندنت ممكن ما تبقاش.
وممكن تبقى سيلف كانسلنج، يعني بمعنى ان هي ممكن ان انا يعني في الديزاين بتاع الجهاز نفسه اخلي الالارم ده يبقى ان اكتيفيتد او دي اكتيفيتد لما الايفنت نفسه او المشكله اللي حصلت دي خلاص انتهت، وبشكل اوتوماتيك مش محتاج ان انا اخلي اليوزر يروح للجهاز عشان يعمل له كانسلنج. ليفل 3 بنتكلم على الحاجات اللي لها علاقه بالبيشنت فنتليتور انترفيس، وبالتالي بتاثر لي على الليفل اوف سبورت. يعني مثلا يعني بتكلم مثلا على تغيرات في البيشنت كومبلاينس وريزيستنس، لو انا لقيت ان التغير مثلا شكل الويف فورم اللي طالعه شكلها مختلفه او اختلفت عن الشكل اللي كان موجود ساعه بدايه العلاج مثلا، وده نتيجه مثلا حصل ان في عندي بقى في ريزيستنس زياده او في مشكله في عموما في الريزيستنس والكومبلاينس اللي لها علاقه بالبيشنت، او لو انا مثلا لقيت الاسبيراتوري درايف عندي بقى مختلف، لقيت مثلا نسبه الـ مثلا الايفورت اللي البيشنت بيحاول يعمله او النيجاتيف بريشر اللي بيحصل عند بدايه الانسبيريشن اختلفت. فبيسكلي في الحاله دي احنا بنتكلم على ان الـ يعني حاجات كلها بيسكلي لو هي موجوده بتخلي السبورت بتاع الفنتيليتور للبيشنت بيكون اقل، بس ما فيش منها خطوره. بس في الاخر هي برضو تعتبر واحده من الحاجات اللي هي undesired. فالحقيقه في الليفل 3 ايفنتس الحقيقه بنلاقي نفس الطريقه هنا، بيبقى برضو ممكن تكون redundant وممكن تكون برضو سيلف كانسلنج، وبيسكلي هي طبعا الليفل اوف يعني هازارد بتاعها بالنسبه للمريض بتبقى اقل من ليفل 2. ليفل 4 ده ممكن ما يكونش موجود اصلا بالنسبه للفنتليتورز، هو بيتكلم بقى على البيشنت كونديشن، بيتكلم على المونيتورنج بتاع البيشنت، مشاكل لها علاقه بالبيشنت rather than الفنتليتور فانكشن. يعني بمعنى ممكن بعض الاجهزه يبقى فيها مثلا يبقى في عاده الحاجات اللي هي بنتكلم عليها الايفنتس دي لو في مونيتور، لو في ستاند الون مونيتور هو بيبص عليها. بس في بعض الاحيان يعني طبعا المونيتور لما بيبقى موجود بيبص على حاجه زي الاوكزيمتري، بيبص على مثلا اي سي جي يبقى في كارديك مونيتور، بيبص على البلاد جاس اناليسيس. في بعض الاحيان بعض الفنتيليتورز بتانكوربريت بعض الريدنجز جاي لنا من البيشنت كونديشن، يعني جاي لنا من المونيتور. مثلا زي الكابنوجرافي، الكابنوجرافي ده بيجي لنا من الان تايدال سي او 2 اللي انا كنت بتكلم عليه في البلوك دياجرام بتاع الاكسبيراتوري سيركت. فبيسكلي لو انا عندي قياس للان تايدال سي او 2 بقدر من خلاله احدد بعض الحاجات اللي لها علاقه بحاله المريض وممكن اعمل عليها الارمز. بس دي الحقيقه موجوده في الاجهزه ممكن تكون متقدمه شويه اكتر، ودي مش مطلوب يعني دي ملهاش علاقه قوي بالفنتليتور فانكشن. فهم الثلاث حاجات الاساسيين، هم الثلاثه ليفلز الاساسيين اللي هم لهم علاقه فعلا بالفنتليتور والانتر اكشن بتاعه مع المريض. على سبيل المثال ده براكتيكال الارم سيستم موجود في احد الاجهزه، بيبقى في عندي مقسم الالارمز ثلاثه برايورتيز. طبعا هم دول الثلاث ليفلز الاساسيين اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. في عندنا هاي، وهاي دي بنتكلم على consequences may be serious injury or death، طبعا في منتهى الخطوره. واكزامبلز على كده مثلا electrical power or gas failure، بنتكلم على minute volume too low، بنتكلم على apnea يعني توقف تام عن التنفس. ممكن برضه يكون داخل فيها حاجه زي airway disconnection، يعني حصل ليكج كبير موجود عندنا في السيركت فمعنى كده الاير مش واصل للمريض. طبعا هنا بيبقى فيه لازم يكون في عندنا visual alarm واكوستيك alarm يعني audible alarm. الفيجوال الارم عاده بيبقى حسب بقى الانترفيس عامل ازاي، زي ما هنشوف دلوقتي بيبقى يا اما يكون في الارم مسج على ريد باك جراوند، او مثلا هنا لما بتكلم على الليفل ميديم مثلا بيبقى الارم مسج على يلو باك جراوند، لما بتكلم على لو بيبقى يعني هو برده زي الليفل 2 اللي هو الميديم الارم. بالنسبه للاكوستيك الارم او الاوديبل الارم لما بتكلم على حاجه خطيره بالشكل ده كده بيبقى لو انا بتكلم على دي البيبس فهي مثلا هنا بيب 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 وتبقى ماشيه كده بتريبيت. هنا بيبقى فيه سيكونس مختلف عشان المطلوب هنا يبقى فيه بي 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 بعد كده بي 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 اوكي. هنا بيبقى بس بي بي بحيث ان اليوزر يقدر يسمع الالارم ويقدر يميز اذا كان الالارم ده هاي ولا ميديوم ولا لو. لما بتكلم على الميديوم فور اكزامبل consequences may be serious if the abnormality persists، لو انا فضلت ما عملتش ادريسنج للمشكله اللي حاصله ممكن يبقى فيه برضه خطوره. فمثلا زي الهاي توتال ريت يعني الريت اللي هو بتاع الاكسبيريشن بتاع الريسبيريشن عموما بقى عالي زياده، ان ابروبريت البريشر بتاعت البيب او السي باب، ان ابروبريت الفراكشنال انسبايرد او 2. لما بتكلم على اللو بتكلم على ان هي مودريت يعني الكونسيكونس بتبقى مودريت
اوكي. لو الابنورماليتي بيرزست، زي مثلا كومبلاينس وريزيستنس تشينجز والهاي تايدال فوليوم، بتكلم على حاجات لها علاقه عموما بالليفل اوف سبورت الفنتليتور بيديه للبيشنت بقى اقل من المطلوب. فبالتالي ده موجود عندنا كمثال. والحقيقه يعني غالبيه الاجهزه بنلاقي ان هي عندها فيري سيميلر براكتيكال الارم سيستمز. لو بتكلم على الالارم يوزر انترفيس نفسه عامل ازاي، احنا طبعا اول حاجه بيبقى الالارم سيتنج بتاعنا عاده الموست جنرال الارم سيتنج بيبقى فيه عندي سيتويشن معين، بارامتر معين بتكلم عليه، بيبقى له منطقه معينه لها لور ليميت ولها ابر ليميت. لو قليت عن اللور ليميت او تخطيت الابر ليميت يبقى معنى كده بيبقى فيه عندي كونديشن ممكن يبقى فيه خطوره. عاده اليوزر بيعمل له سيتنج بالشكل ده كده، بيبقى فيه عندي قدره للجهاز ان هو يعني مثلا هنا ده مثلا مينت فنتيليشن. مينت فنتيليشن اليوزر بيحدد ان الابر ليميت بيبقى كذا، اللور ليميت بيبقى كذا، لو هو في النص هنا بيبقى اوكي. وطبعا بيبقى في عندي طبعا ببقى عارف اليونتس اوف ميجرمنت عشان احط طبعا الارقام دي بشكل سليم. فبيسكلي انا يعني اليوزر يقدر يحدد بعض الحاجات. طبعا احنا بنتكلم على الحاجات اللي بنحددها دي، بنتكلم على ليفل 2 ليفل 3، مش بنتكلم على الليفل اللي هو ليفل 1 اللي احنا بنتكلم عليه ان هو مانداتوري، اللي هو بيبقى الجهاز بيبقى موجود فيه اوتوماتيكلي ويبقى يعني بيحصل له اكتيفيشن وانس ان بقى فيه خطوره على حياه المريض. نفس الالارم نفسه بيظهر بالشكل ده كده في اليوزر انترفيس زي ما اتكلمنا، بيبقى فيه عندي المسج نفسها بتطلع على مثلا ريد باك جراوند لما يكون عندي فيه ليفل 1 الارم، ويبقى مثلا يلو باك جراوند لما يكون ليفل 2 او ليفل 3. ممكن برضو الحقيقه يبقى في عندي حاجه زي مثلا بيكن كده، او عندي حاجه زي لامب كده موجوده في التوب اوف ذا فنتليتور سكرين مثلا، دي برضو تنور لو يكون في عندي الارم. طبعا يعني مهمتنا في الديزاين بتاع الالارم يوزر انترفيس ان احنا لازم نحط حاجه تبقى اليوزر يقدر يشوفها بشكل يعني سريع، ويقدر يحدد على طول من غير ما يضطر ان هو يروح لغايه الجهاز نفسه، يقدر يحدد ليفل الخطوره ويقدر ان هو يرياكت بيزد عليه. فطبعا المشكله في حاجه زي كده الناس لاحظتها ان بيحصل حاجه اسمها الارم فاتيج. لو انا عندي الارمز كتيره والالارمز كتيره دي يعني بتتكرر، وبيسكلي يعني اليوزر دايما بيلاقي يعني ان هو يعني بيروح عشان يريسات الالارم ده او عشان يادرس مشكله، ويلاقي ان في الاخر المشكله دي ما هياش حاجه خطيره تستدعي ان هو يروح لها، بيحصل دايما حاجه بنسميها الالارم فاتيج. الديفينيشن بتاعها عن طريق امي هو اللي عمل الديفينيشن ده، اللي هي Association for the Advancement of Medical Instrumentation. While device alarms can improve medical care by arming clinicians and with valuable information about their patients' health, most are false or non-actionable. يعني المشكله لما بنتكلم على نسبه الالارمز اللي هي فعلا عايزه اليوزر يعمل اكشن علشان يعمل يحل مشكله او يعني ينقذ المريض من وضع يعني يكون في خطوره عليه، اكشوري بيبقى نسبه قليله، يعني نسبه الحاجات اللي هي المهمه بتبقى قليله. فبالتالي الكلام ده بيريزلت لحاجتين، بيريزلت في حاجتين، يعني بيسكلي بيبقى في عندي حاجه اسمها سنسوري كلاتر، يعني بيبقى في عندي كده يعني حاجات كتيره موجوده او الارمز كتيره بت overwhelm السنسوري بيرسبشن بتاع الكلينيشن او الكير جيفرز اللي هم مثلا نيرسز او كده. ودي سنسيتايزنج ذم تو ذا اليرتس، يعني بمعنى دي سنسيتايزنج معناها ان هو بعد كده ممكن يسمع الالارم وما ياخدش باله. يعني مثلا زي ما احنا مثلا في احوال كتيره ممكن ان احنا لو واحد مثلا يعني شغال في مكان والمكان ده فيه مثلا نويز، بعد شويه هو بيجيت اكستم تو ذيس كايند اوف نويز، وبالتالي بتلاقي ان هو ممكن يبقى فيه الارم شغال وهو مش واخد باله، او هو بيسكلي ما بقاش بنفس الالرتنس اللي كان موجود قبل كده. فالحقيقه الالارم فاتيج واحد من الحاجات المهمه اللي الناس بتتكلم عليها، ولازم الالارم سيستم عموما يبقى معمول بشكل بحيث ان هو يحاول يمينيمايز الالارم فاتيج. ما بنقولش ان احنا ما نحطش الارمز، احنا لازم نحط الارمز، بس لازم نحط الارمز بشكل انتليجنت علشان ما يعملش اوفرويلمنج للناس اللي شغاله، وما يبقاش بعد كده في مشكله للناس دي ان هي تقدر تديتكت الوضع اللي فيه خطوره حقيقيه. فعامه لما بنتكلم على الالارم مانجمنت عموما، لما بنتكلم على الكلينيشنز والكير جيفرز لما بيكون في الارم، عمليه الالارم مانجمنت از فيري كومبلكس اكشولي.
في حاجات كتيرة جدا داخلة فيها، منهم مثلا ممكن يبقى الكالتشر، ممكن يبقى مثلا ستافينج باترنز، يعني مثلا بحط الناس اللي بتبقى سوبرفايزنج الاي سي يو مثلا بحطهم ازاي، يعني بيشتغلوا قد ايه ويريحوا قد ايه. بنتكلم على الكير موديل اللي موجود عندنا في الاي سي يو نفسه عامل ازاي، هل مثلا بحط مثلا يعني في سنترال ستيشن ولا مفيش سنترال ستيشن، هل مثلا بيبقى في عندي كم مثلا سرير موجود في الاي سي يو محطوطين بشكل عامل ازاي، هل كلهم موجودين لاين اوف سايت للمكان اللي فيه النيرسينج ستيشن ولا لا. حاجات كتيره طبعا، البيشنت بوبيليشن عندنا عدد البيشنتس الموجودين في الاي سي يو، في حاجات كتيره الحقيقه. الكي بوينت هنا ان الالارم مانجمنت از ريلي كومبلكس، فلما بنتكلم ان احنا بنحط الارم لازم نفكر كويس قوي ده يتحط في انفايرمنت عامله ازاي، وعشان يقدر يؤدي الوظيفه بتاعته. فواحده من الحاجات بس اللي انا احب ان انا انبه ليها موضوع الالارم فاتيج، واحد من الحاجات المهمه. لازم الناس لما تيجي ديزاين الارم لازم تفكر في التكنيكس اللي بتقلل الالارم فاتيج، ودي طبعا لها علاقه شويه بالهيومن فاكتورز انجينيرنج، علشان نحاول بيها ان احنا نحسن الافشنسي بتاع الريسبونس للالارم او الالارم مانجمنت. في عندنا مجموعة من الايشوز برضو لازم ناخدها في اعتبارنا، تعتبر ادفانس شوية، مثلا زي البريذنج سيركت موديل. يعني الحقيقة البريذنج سيركت هي الويك لينك ان ذا بيشنت فنتليتور سيستم بيسكلي. معناه ايه؟ معناه ان احنا بيسكلي احنا بنشتري فنتليتور ممكن يبقى مثلا $50,000، وطبعا بنكونكت الفنتليتور ده للبيشنت اللي هو برايسلس، ملوش يعني ما نقدرش نحط قيمه لحياه اي مريض. طبعا حياه مريض اي مريض بتبقى اغلى من اي يعني اي مبلغ. والحقيقه الكونكشن بين الاثنين بتبقى عباره عن ال $2 بيس اوف بلاستيك تيوبينج. الديزاين بتاع البلاستيك تيوبينج دوت ما اتغيرش تقريبا في اخر 20 سنه. طبعا في مشاكل كتيره الحقيقه جدا ممكن نلاقيها من البريذنج سيركت، ممكن الريزيستنس والكومبلاينس بتاع الدليفري سيركت اللي هي البريذنج سيركت نفسها بتخلي الفلو كنترول والفوليوم دليفري مور ديفيكولت. يعني لما بتكلم على الكنترول سيركت اللي انا بتكلم عليها دلوقتي، بتكلم بقى في وضع مختلف بقى موجود عندي. بدل ما كان في عندي ريزيستنس للاير واي بتاعت البيشنت، عندي كاباسيتنس او كومبلاينس لللانجز بتاعت البيشنت، بقى في عندي دلوقتي ريزيستنس وكاباسيتنس او ريزيستنس وكومبلاينس جايين لي من البريذنج سيركت نفسها. فبالتالي طبعا دي بتختلف من نوع معين لنوع تاني بالنسبه للبريذنج سيركت نفسها، وبالتالي بنتكلم على ان هي ممكن تبقى فاريبل وبتاثر لي على طريقه الكنترول بتاع الويف فورم بتاعت الفنتليتور اللي بوديها للبيشنت. فالحقيقه دي واحده من الحاجات اللي هي احد المشاكل اللي موجوده حاليا، ولسه الحقيقه لسه الشغل فيها المفروض يبقى اكتر شويه. واحده من الحاجات برضو المهمه جدا هي الليكج كومبنسيشن. لما بتكلم دلوقتي ان انا يعني بيسكلي لما بحط انا هنا بريذنج ماسك بالشكل ده كده، البريذنج ماسك ده بيبقى فيه بريشرايزد اير، يعني فيه اير البريشر بتاعه اعلى من الاتموسفيريك بريشر. مهما حاولت ان انا فت مثلا الماسك دوت على وجه المريض، بيبقى في عندي بيحصل لي ليكج اير، يعني اير ليكج من الـ هي الكونتاكت بين الماسك نفسه وبين الـ يعني السكيم بتاع المريض. فبيسكلي يعني دي كلها inherent to patient interfaces and circuits in non-invasive ventilation. دي موجوده دايما ولازم تبقى موجوده، لازم يعني ما اقدرش ان انا اعمل ماسك يبقى completely tight بالشكل ده. فالحقيقه المونيتورنج اند كومبنسيتنج فور ليكس اللي هي اسوشيتد مع النون انفيسيف فنتيليشن عن طريق ماسكس كده، بيبقى فيري كريتيكال علشان نمينتين ابروبريت تريجر اند سايكل ليفلز فور ذا فنتيليشن. يعني بمعنى ان احنا بنتكلم ان احنا لو عايزين نشتغل بشكل مظبوط، لو في عندي ليكج هنا لازم احاول اعمل له استيميشن واعمل له كومبنسيشن، اذروايز يبقى الحاجات اللي انا بعمل لها ديليفري للبيشنت بتتغير. لو انا بس بتكلم ان انا بودي كميه هواء معينه تايدال فوليوم معين، لو في جزء منه بيحصل له ليكج يبقى معنى كده المريض بياخد حاجه اقل من اللي هي ست. ف this is critical to يعني to assessing mask seal efficacy and preventing over tightening. طبعا من الحاجات المهمه جدا، ما ينفعش ان انا عشان اقلل الليكج ان انا اخلي ده يبقى تو تايت على البيشنت. لما بخليه تو تايت بيريزلت حاجه اسمها بريشر سورز، بيبقى في عندي بعض الاماكن في السكين هنا بيبتدي يحصل لها يعني بعض المشاكل، يبقى في هنا قرح عند الاماكن اللي هي بعمل بيها ضغط، بعمل بالماسك ده ضغط عليها في وجه المريض، ودي طبعا حاجه فيها مشكله كبيره.
فالمشكله اللي بتحصل من الليكج دوت ممكن تعمل اوتو تريجرنج، يعني ممكن مثلا يحصل لي ان الماشين نفسها تسنس بعض الحاجات لها علاقه بالليكج وتاخدها ان دي تريجرنج من البيشنت. ممكن تعمل برولونج سايكلينج، يعني بمعنى السايكل نفسها لو هو بيعمل ديتكشن للفلو ان هو ينزل عند حد معين، بيبقى للاسف ممكن السايكل دي تستمر شويه، لان هو لو انا بتكلم ان الهواء ده رايح لللونجز بس، المفروض ان هو في الاخر هينزل بشكل اكسبوننشال. لو انا بتكلم ان في ليكج هيفضل يستمر، مش هينزل لصفر او مش هينزل قريب من الصفر، فبالتالي السايكل نفسها ممكن تطول. ممكن يبقى في عندي ineffective respiratory efforts، يعني المريض ممكن يحاول ياخد نفس ونتيجه ان وجود في وجود ليكج هنا، النيجاتيف بريشر الموجود هنا ما يبقاش ديتكتبل باي ذا ماشين، وبالتالي يبقى البيسك هو حاول ياخد نفس والجهاز ما خدش باله ان هو عايز ياخد نفس، فبالتالي ما ساعدوش. وممكن يبقى في عندنا طبعا الحاجه اللي هي الاساسيه البول بريشرايزيشن، يعني ما اقدرش ان انا اعلي البريشر هنا، وبالتالي لما ما اقدرش اعلي البريشر هنا ما بقدرش ادفع الهواء داخل الرئتين بتوع المريض. فطبعا واحده من الحاجات اللي هي تعتبر فيها نو هاو مش هنلاقي فيها الحقيقه كلام كتير موجود في الكتب، غالبا الشغل اللي موجود هنا غالبا بيبقى موجود في الشركات وبنلاقيه غالبا في براءات الاختراع. بس واحد من الحاجات اللي هي ستيل فيها شغل كتير والحقيقه في غايه الاهميه لتاثيرها على الافشنسي بتاعت الجهاز. اخر حاجه نتكلم عليها هي التشالنج اللي موجود عندنا في الكمبيوتر كنترول للميكانيكال فنتيليتورز. عشان نقدر نفهمه ونقدر نشوف الفيوتشر رايح فين، نتكلم الاول على يعني الهيومن اوبريتور اصلا بيعمل ايه. الهيومن اوبريتور بيسكلي هو اللي بيسيت الالارمز، هو اللي بيسيت المود بتاع الفنتليتور، وطبعا الفنتليتور نفسه بيشتغل ككنترول لوب زي ما كنا بنتكلم. ممكن يبقى في عندنا الفاريبل بتاعت الكنترول، ممكن يبقى لها علاقه ب، لو بنتكلم على ادفانس سيستم ممكن يبقى لها علاقه بالبريشر بالفوليوم بالفلو ريسبيريشن ريت الحاجات دي كلها. وبيبقى في عندي السيت بوينت بيبقى جاي لي من الاوبريتور، وبيعمل كنترول لوب عشان يقدر يخلي البيشنت كونديشنز او يخلي الميكانيكال فنتليتور ويف فورمز تبقى حسب اليوزر ما حدد. طبعا بيبقى في عندنا تاثيرات كتيره على الاوبريتور، ممكن اكشوال الاوبريتور ياخد في اعتباره حاجات كتيره مش بس الفيسيولوجيكال فاريبلز المعتاده، ممكن ياخد في اعتباره حاجات مثلا زي الميتابوليك والكارديوفاسكولار والسايكولوجيكال ستيتس بتاعت المريض. وممكن يبقى في عندنا مجموعه فاكتورز جايين من الانفايرمنت نفسها تاثر لنا برضو على قرار الاوبريتور او الطريقه اللي الاوبريتور فيها بيحدد البارامترز بتاعت الفنتيليشن اللي هو بيشتغل عليه. يعني نتكلم مثلا على التايم، نتكلم على اذا كان في عندنا مثلا محتاجين ان احنا البيشنت ده يبقى عنده في مثلا عنده وقت محدد على الفنتيليتور، او الكوست بتاع الاستعمال بتاع الفنتيليتور بالنسبه للبيشنت، في حاجه اسمها الترياج اللي هي بنتكلم على ازاي ان انا اعمل برايورتيزيشن للمرضى، مين اللي يتحط على الفنتيليتور مين ما يتحطش على الفنتيليتور. بنتكلم على الاكسبيرينس بتاعت الاوبريتور برضو بتاثر، يعني ممكن لو عندنا واحد يعني الاوبريتور يبقى اكسبيرينس غير لما يكون عنده اكسبيرينس اقل، وكل الحاجات دي الحقيقه بتاثر على قرار الفنتيليتور او قرارات الفنتيليتور اللي علاقه قرار الاوبريتور اللي علاقه بالفنتيليتور. فطبعا بنتكلم على ان زي ما شايفين كده مش بس عندنا اللوبس العاديه اللي احنا بنتكلم عليها او اتكلمنا عليها قبل كده، بيبقى في عندنا حاجات خارجيه كمان موجوده كده، بيبقى في فيدباك جاي لنا من الحاجات ما لهاش علاقه خالص بالميكانيكال فنتيليشن، بيبقى لها علاقه بالمريض نفسه، وبتغير يعني بتخلي الاوبريتور يغير البارامترز بتاعت الفنتيليتور، وبالتالي بيغير الكنترول على الكونديشنز اللي رايحه للبيشنت بشكل يعني يختلف عن وضع اخر. فالحقيقه المشكله هي ترولي كومبلكس كنترول بروبلم، يعني كنترول بروبلم فعلا معقده ما هياش بسيطه، وطبعا عشان ناخد كل الحاجات دي في اعتبارنا الحقيقه بتبقى في منتهى الصعوبه. وطبعا بيبقى في عندي مشكله كبيره فيها انها بتبقى سبجكتيف، يعني حسب مين الاوبريتور اللي موجود وحسب الحاجات اللي موجوده في الانفايرمنت وحسب الحاجات اللي هو شايفها من المريض ممكن الكلام ده يتغير من وقت لاخر. طبعا بالتالي بيبقى طبعا الريلايبيليتي بتاعتها ممكن ما تكونش يعني بنفس الشكل يعني طول الوقت. فالحقيقه الفيوتشر اوف كمبيوتر كنترول، الناس بتتكلم على الكمبيوتر كنترول المفروض يتعامل بشكل يبقى كومبليتلي يعني في داخل فيه بشكل كبير قوي الارتفيشال انتليجنس اي اي. الحقيقه بيبقى في عندنا تو ليفلز اوف كنترول، بيبقى في عندنا بيسك تاكتيكال كنترول على الانديفيديوال بريث، يعني بيسكلي الكنترول لوبس اللي كنا بنتكلم عليها دي
بنتكلم على ازاي ان احنا نخلي البارامترز بتاعت المريض تبقى بالشكل اللي احنا عايزينه، سواء الفلو سواء البريشر سواء الفوليوم. ده بنسميه تاكتيكال، على اساس ان هو الليفل بتاعه بيبقى لو ليفل شويه، بيبقى يعني بنتكلم على حاجه بتبقى كل بريث. وفي الوقت نفسه بيبقى في عندنا حاجه اسمها ستراتيجيك ليفل او لونج تيرم كنترول، بيبقى بيزكلي بيبقى بيز على اوبتمايزيشن مودلز. بيبقى في عندي ماتيماتيكال مودلز موجوده للبارامترز بتاعتي، وفي عندي اكسبرت رولز جايه من الخبرات المتراكمه من الاستعمال بتاع الفنتليتور، وبتحدد لي بعد كده ازاي ان انا على اللونج تيرم العلاج باستعمال الفنتليتور ده يكون افكتيف. طبعا هنا زي ما احنا شايفين مفيش الاوبريتور مش داخل معانا، بيبقى بيسكلي بنتكلم على ان الجهاز بيبتدي اكيوميليت الخبرات، سواء الخبرات الايجابيه او السلبيه، ويبتدي بعد كده يحطها في مودلز بحيث ان المودل دي تحكم الاوبريشن بتاع الجهاز. مش بس كده، كمان مش بس الاكسبرت رولز دي بتبقى موجوده وثابته، لا ده ممكن يبقى في عندي يعني جاي لي من مثلا في عندي ريبوزيتوري او عندي مثلا داتابيز معينه، الداتابيز المعينه دي ممكن ان هي تبقى فيها شويه انتليجنس، يبقى في عندي هنا انتليجنس سيركت، والانتليجنس سيركت دي بتاخد القواعد اللي لها علاقه بالبيشن اللي انا بتعامل معاه، وتقدر تغير الاكسبرت رولز دي كمان. يعني معنى كده الجزء بتاع الاستراتيجيك كنترول حتى بنقدر ان احنا يعني بيسكلي نقدر نغيره بيزد على خبرات متراكمه سابقه. وطبعا الحاجات الحاليه اللي انا بتحصل عندي حاليا في البيشنت الحالي بتروح برضو بتاكيميليت في الداتا بيز بحيث انها تزود خبرات السيستم عموما. فبنتكلم على الانتليجنس او الارتفيشال انتليجنس بيستعمل عشان يحدد البيشنت كونديشن، وبيديسايد البيست ريسبونس، يعني الجهاز المفروض يشتغل ازاي بيز على الداتا بيز اللي فيها بوث هيومن اكسبرت رولز، قواعد جايه من خبراء، واكشوال بيشنت ريسبونسز تو فيريوس فنتليتور ستراتيجيز. يعني بمعنى ان احنا بيبقى في عندنا مش بس الحاجات اللي ريكومندد من الخبراء، بيبقى عندي كمان هيستوري للحاجات اللي حصلت لبيشنتس عموما، يعني ريسبونسز لبيشنتس نتيجه للقواعد دي. يعني بمعنى ببقى عارف ان انا مثلا لو عملت الحاجه الفلانيه، لو زودت مثلا الفراكشن انسبايرد او 2 ده ممكن يعني عند بيشنت بيعمل كذا، فبالتالي بيبقى الداتا بيس فيها الحاجتين دول، وبقدر عن طريق ان انا باكيميليت في الداتا بيس دي الخبرات اللي موجوده بقدر ان انا احدد احسن استراتيجي امشي بيها. والحقيقه في الحاله دي فنتليتور not only learns from interaction with the current patient، يعني مش بس اللوب دي هو بيكونترول بشكل افكتيف، يعني ما بقاش عندنا فيدباك اللي هو الايرور اللي احنا كنا بنشوفه في الكلاسيكال كنترول سيستم، هو ده اللي بيعلمني اذا كان في اختلاف موجود او اذا كان في حاجه ممكن تتحسن، لا بيبقى في عندي اكشوالي يعني مش بس الانتر اكشن ده بيفيدني، لا بيبقى في عندي بعد كده الانتر اكشنز دي ممكن ان انا كمان اضيفها للداتا بيز الموجوده دي بحيث انها تفيد ناس ثانيين. وفي الوقت نفسه لو احنا عملنا كمان نتورك اوف فنتليتورز، بيبقى بنتكلم ان احنا في الحاله دي بيبقى في عندنا ليرنينج سيستم اكشوالي، ممكن نزود الليرنينج كاباسيتي بتاعته بشكل اكشوالي، ممكن يقولوا ان هو يوصل ان هو يكون اكسبوننشال. اكسبوننشال معناه ان هو بيزيد بشكل سوبر لينير، يعني بيبقى اكتر شويه من ان هو يعني مش مثلا لو عندي 3 فنتليتورز يبقى عندي 3 اضعاف المعلومات، لا ممكن يبقى اكتر من كده. فبالتالي بنتكلم على لو احنا عملنا سيستم بالشكل ده كده، بيبقى في عندي الفنتليتور is an intelligent device linked مع other intelligent devices، بيبقى الحقيقه الاوتكم بتاعي ممكن يبقى much more improved عن لما يكون عندي single ventilator بيشتغل بطريقه منفرده. الحقيقه الكلام ده الناس بتتكلم عليه، والحقيقه الناس ابتدت تشتغل فيه فعليا، ابتدى يبقى فيه دلوقتي عندنا فيه intelligent controls بقت موجوده. لسه الجزء اللي له علاقه بان يبقى في عندي database ويبقى في عندي networking للventilators كلهم يتعلموا من بعض، الحاجات دي كلها لسه الحقيقه فيها شغل كتير، بس الحقيقه ده يعتبر الفيوتشر بتاع الميكانيكال فنتيليشن. الحقيقه الكلام ده مش بس موجود في الميكانيكال فنتيليتورز، ابتدت الناس تتكلم عليه في اذر ديفايسز، كل الديفايسز الميكانيكال ديفايسز ممكن تبقى برضه يبقى لها موديل بالشكل ده كده، بحيث ان هو نستعمل فيه الارتفيشال انتليجنس عشان نحسن الاوتكمز بتاعت البيشنت. كريكومندد فيرذر ريدنج، الحقيقه الكتاب ده ممتاز جدا في شرح الجزء اللي له علاقه بالكنترول بتاع الفنتليتورز، موجود بشكل مفصل، ما يعني الحقيقه ما فيش اي كتاب تاني الحقيقه مفصل فيه الجزء بتاع الكنترول بنفس الشكل اللي موجود في الكتاب ده، فينصح بيه للي يحب ان هو ياخد بعض المعلومات الاكثر عن الموضوعات اللي اتكلمنا فيها في المحاضره.